القاهرة، حيث أفاد التلفزيون الرسمي المصري بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قاعة المحكمة أثناء حضوره جلسة محاكمته بتهمة التخابر. وكان مرسي انتخب رئيسا لمصر في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقضى مرسي وهو أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة عاما في الحكم قبل أن تطيح به ثورة شعبية دعمها الجيش. وحكم مرسي مع عدد كبير من قيادات الجماعة التي صنفت إرهابية بتهم عدة من بينها العنف والتخابر. إذن في هذا الخبر الذي بدأناه نعود ونؤكد، التلفزيون المصري يؤكد وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في هذه المحكمة. طبعا في التفاصيل القليلة التي وردتنا حتى هذه اللحظة بأن محمد مرسي بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة المحاكمة بقضية التخابر، كان مرسي خلال جلسة المحاكمة طلب إلقاء كلمة من القاضي وسمح له القاضي بهذه الكلمة، لكن عقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء. هذه هي أيضاً التفاصيل حتى هذه اللحظة التي وردتنا من القاهرة. على كل حال سنعرف المزيد أكثر وأكثر من مراسلة العربية رندا أبو العزم. رندا أهلا بك معنا، المزيد من التفاصيل معك، تفضلي. نعم نادين، بالفعل كما ذكرتي هو توفي اليوم محمد مرسي العياط رئيس الأسبق لمصر أثناء حضوره جلسة محاكمته. هذه الجلسة يحاكم في قضية التخابر. طلب محمد مرسي الكلمة من القاضي، القاضي سمح له بإلقاء الكلمة، وفي عقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها، وقد نقل الجثمان إلى المستشفى بحسب المعلومات لدينا وبحسب مصادر أنه عقب إغماء، يعني دخولي في نوبة الإغماء نقل إلى المستشفى، ولكن أثناء ذهابه إلى المستشفى لم يكن هناك نبض، كان هناك محاولات لإسعافه من فريق طبي في أثناء المحاكمة. لم نعلم أو لا توجد أنباء عن متى سيدفن الجنازة أو خلافه حتى هذه اللحظة، ولكن هذه كل المعلومات لدينا المتوفرة لدينا حتى الآن. طب رندا، هل كان في تفاصيل يعني قبل حالة الوفاة عن وضعه الصحي أصلا؟ هو يعني كان في بعض الأحيان هناك شكاوى من أمراض عادية، ضغط الدم أو خلافه، ولكن هو كان مسجون في برج العرب بالقرن الأسكندرية، كان ينقل إلى المحاكمة في حراسة مشددة. الجلسة التي يحكم فيها قد بدأت من الأمس ثم تأجلت إلى اليوم. اليوم طلب إلقاء كلمة القاضي، وهو يعني معتاد على أنه يطلب عادة إلقاء الكلمة أو إثبات موقف معين أثناء محاكمته. القاضي سمح له، ولكن فيما يبدو أنه يعني أصيب بنوبة قلبية بحسب بعض المصادر. إذا رندا نعود ونؤكد بهذا الخبر، وفق مراسلة العربية الرئيس مرسي تعرض للإغماء في المحكمة وتوفي خلال نقله إلى المستشفى. هذه هي المعلومات حتى هذه الساعة. رندا، الإجراءات بروتوكوليا عموما لو تحدثينا أكثر عنها. يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك إجراءات بروتوكولية. تعلمين نادين أن هذه المرة الأولى التي يتوفى فيها رئيس سابق أو أسبق أثناء محاكمته. يعني لدينا الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يعالج وكان يعني داخل مستشفى السجن وكان يوجد بالسجن، ولكنه الآن في منزله. عادة يعني عندما يكون هناك أمراض لمتهمين سواء رئيس سابق أو أسبق أو أي متهم بينقل إلى مستشفى السجن توجه له الرعاية ثم يعود في حال شفائه مرة أخرى إلى السجن. بما أن مرسي كان يحضر الجلسة اليوم أنه لم يكن مريض بما يستدعي وجوده داخل المستشفى، وبالتالي كان هناك له جلسة بالأمس تأجلت إلى اليوم، كان يتحدث يعني لم يكن طريح الفراش، ربما لم تكن هناك مؤشرات تدل على أنه كان هناك مرض يستدعي دخوله المستشفى. توفي بحسب البعض بحسب أنها كانت أزمة قلبية، توفي على إثرها. يعني على كل حال رندا، يعني الحدث لافت وأيضا الشخص لافت، يعني ماذا نتوقع بعد هذه الحادثة يعني على صعيد رد فعل؟ يعني ردود الفعل طبعا ستكون متباينة، سنجد أكيد الإخوان في حالة من
الترقب سواء الإخوان في الداخل أو في الخارج. بالأكيد بالمؤكد أن يعني جاءني الآن نادين أن بحسب مصادر أن أسرة محمد مرسي ستتولى دفن الجثمان، وأن السبب الوفاة هو سكتة قلبية مفاجئة، وأن هناك حاليا فريق طبي يعين الجثمان قبل إذن بتصريح الدفن. يعني هذه من مصادر للعربية أن أسرة الرئيس المعزول ستتولى دفنه، وأن سبب الوفاة هو سكتة قلبية مفاجئة، وأن هناك فريق طبي يعين الجثمان قبل التصريح بالدفن. لن نتوقع جنازة لأنها ستجمع عدد كبيرة، ولا يوجد إمكانية بالفعل لمثل هذه الجنازة أن يحضرها ربما سوى الأفراد الأسرة. حتى هذه اللحظة لا نعرف متى سيدفن، أو هو من محافظة الشرقية، هل سيدفن في مسقط رأسي؟ يعني كل هذه التفاصيل ربما ستتضح بعد غضون ساعة. نعم. تفضلين. على كل حال رندا، يعني نحن مستمرون في تغطية هذا الحدث، ونعود ونذكر بأبرز وأهم الأحداث حتى هذه الساعة. إذن وفقا لمراسلة العربية للمصادر التي حصلت عليها، أسرة محمد مرسي ستتولى دفن الجثمان، سبب الوفاة وفقا لمراسلة العربية رندا أبو العزم سكتة قلبية مفاجئة، الآن فريق طبي يعاين الجثمان قبل التصريح بالدفن. هذه هي إذن آخر المعلومات التي تمكنت مراسلة العربية من الحصول عليها بعد الحديث عن هذا الخبر، إذن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في المحكمة. رندا، لو نطلع أكثر يعني على خلفية عن، يعني طبعا بعد عام من تولي الحكم وعزله يعني حصل ما حصل وبدأت جلسات المحاكمة، يعني لو نعطي خلفية أكثر عن جلسات المحاكمة وما هي أبرز التهم التي كانت موجهة إليه؟ هو كان يتهم في عدد من القضايا نادين، ليست فقط هذه القضية. القضية التي كان يحكم فيها اليوم هي قضية التخابر مع حماس. يعني كانت صدرت ضده أحكام وتم قبول النقد وبتعاد محاكمته أيضا. القضية اليوم هي التخابر مع حماس والهروب من وادي النطرون. هذه قضية كبيرة. عذرا نادين، بحسب المصدر الآن الذي للعربية سيتم كتابة تقرير طبي لعرضه، وسيتم أيضا إصدار بيان من النائب العام بملابسات وظروف الوفاة. وهذا أيضا خاص للعربية بحسب مصادر أنه بيتم كتابة تقرير طبي للعرض كيفية حدوث هذه الوفاة أو ملابساتها، وسيتم صدور قرار أيضا أو بيان من النائب العام بيوضح كيفية حدوث هذه الوفاة. كما كنا نذكر محمد مرسي متهم في عدد من القضايا. القضية التي كان يحاكم فيها اليوم هي التخابر مع حماس والهروب من وادي النطرون. كما تتذكرين ويتذكر معنا أيضا بعض المشاهدين أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قد شهد في أحد الجلسات على قضية الحدود الشرقية، وهي اقتحام السجون وتهريب المساجين، وكان يحضر لأول مرة وجها لوجه رئيس أسبق مع الرئيس الذي كان يليه أو مع محمد مرسي، ويشهد ضده في قضية وقعت أحداثها في عام 2011. كان هناك أحكام ضده صدرت، ربما أحد الأحكام كان صادر بالإعدام، كان تم نقده، وهناك أحكام أخرى، وهذه القضية كانت ما زالت تنظر أمام المحاكم، وكان يحكم فيها مع عدد من قيادات جماعة الإخوان من بينهم مرشد الجماعة وآخرين.